تجربة اختيار القاعد بلجنة التحكيم؟ أنا يعني حكمت في مهرجانات كتير جدا، طيب، فدي حاجة أنا ببسط لأنه بتعلم وفي نفس الوقت يعني بتعلم الوحش وبتعلم كويس. يعني الحاجات أنت ما بتقولي على فيلم كويس بتقولي فيلم كويس، أو بتدي جايزة بتقولي ليه أنت بتدي الجايزة دي، وما بتقولي لأ مش هتدي جايزة بتقولي ليه لأ مش بتدي الجايزة دي، تمام؟ فأنت الوحش بتبقي شفتيه بتبقي مش عايز تعمليه خالص، والحلو بتبقي اتعلمتي منه حاجة. وفي نفس الوقت أنت كحد من الفيلم ميكرز أو من صناع السينما أو كذا بتبقي مقدره قوي 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 جهد الناس اللي اشتغلت، لان انت بتبقي بتشتغلي بنفس الجهد او باختلاف، يعني مش هنقيس مين بيجتهد اكتر، بس قصدي انت عارفه يعني ايه ناس تعبانه في دور، عارفه يعني ايه ناس واقفه في الشمس، عارفه يعني ايه ورا الكاميرا في كذا، وعارفه يعني ايه قدام الكاميرا في دور صعب، فانت عندك امانه انك انت تقدري تقيمي تعب الناس دي. بس بعد نجاح تراب الماس، ايه الجديد اللي انت بتحضريه؟ لسه بقرا حاجات. لسه عايز نعرف اسباب اعتذارك عن نادي سر الرجال. لا، ما كان توقيت بس. فيلم كريمة، لا ما فيش اي حاجة، كان ماضيت قالوا على وقته وبعدين الوقت اختلف. فما بعد الكلام على السوشيال ميديا لسبب الاعتذار بسبب وجود الفنانة غادة عادل، ترتيب اسمك في التتر. انا غادة صاحبتي وبحبها، وانا بصراحة اجتهاداتكم بتاعت ان انا امشي عشان غادة عادل دي حاجة سخيفة قوي قوي قوي، دي زميلتي وست نجمة وليه انا يعني وصاحبتي كمان، فليه انا امشي من فيلم عشان غادة؟ ده انا من اسباب ان انا كنت همضي الفيلم انه كريم وغادة، يعني قصدي انه الاسباب ان انا كريم ده اخويا وحبيبي ونجم كبير وبحب اشتغل معاه دايما، وكان البلاف لذيذ انه كمان يبقى انا وغادة، انما مش انه انا امشي من الفيلم عشان غادة، ما يصحش قوي يعني. يعني انتم منقيين واحدة ما عندهاش مشاكل والتانية ما عندهاش مشاكل، فما تخلقوش مشاكل، فاهمة قصدي؟ يعني لا غادة بتاعت مشاكل ولا انا بتاعت مشاكل.